صراحه بالنسبه للقاء ديال الرجاء والفتح، يعني ما كيبانش ليا فيه مشكل، فقط بهذيك تم التسبيق ديالو بيوم واحد. المشكل اللي كان هو الساعه الثالثه وفي يوم يعني راس السنه ما كانتش مسموحه البرمجه، ما كانتش نورمالمون تنظم هذاك الماتش. دابا داروا لحد نهار الاثنين في 8 الليل، الحمد لله الجمهور يكون حاضر. وبالنسبه للقاء ديال الجديده هو اللي كيبان ليا فيه مشكل، لان غتكون الرجاء خارج تمشي تلعب على كاس محمد السادس، يعني باش ترجع وتلعب عاوتاني ماتش هنايا وتعاود ترجع للجزائر هو اللي فيه مشكل. ولكن ان شاء الله الرجاء كبيره وغتبقى كبيره، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. فاولا فهي برمجه غير عادله بالجمله، بالحكم احنا عندنا في مده ديال 10 الايام عندنا ثلاثه الماتشات غتمشي غتلعب مع الشبيبات القبائل، غتلعب مع الفتح بريميرمون، مورا غتلعب مع شبيبات القبائل وغترجع باش تلعب مع الجديده، مورا غتلعب عاوتاني مع شباب تلعب مع مولوديه الجزائر موراها. دونك صعيبه شويه هذه الفتره، نتمنى ان شاء الله ياجلوا الماتش، المسؤولين ديال الدفاع الجديد ييسروا شويه الامر وياجلوا الماتش، حيت راه هذه مساله وطنيه، راه ما تبقاش تهم غير البطوله، ما تبقاش تهم داك الشيء داخل المغرب، داك الشيء وطني، راك تتمثل، راك ممثل المغرب في افريقيا. نتمنوا المسؤولين الدفاع الحسني الجديد ييسروا الامر ديالهم ويخليونا خليونا نلعبوا الماتش ديالنا كونتر المولوديه في خير، ونبقاو داك لي دي جوغ نبقاو في لي دي جوغ لهم، هذوك لي سيت جوغ نبقاو في الجزائر، ما عندنا ما نرجعوا نديروا في المغرب باش نلعبوا كونتر الدفاع. يقدر يتاجل ذاك الماتش ونتمنى ان شاء الله يكون خير. البرمجه انا مني سمعت البرمجه ان الماتش متابعين ما دخلش لي الراس بزاف. البرمجه ما دخلش لي الراس. البرمجه ديما كتكون غير عاديه الصراحه. والله اخويا تا ديما وشنو هي اربعه الماتشات لا قاد الراجه، الراجه راه معروفه من زمان كتقدا صاحبي قاد مزيان دابا الراجه، كاين البرمجه انا داكشي بزاف شويه صعيب. شوف الراجه واخا ضد البرمجه ضد الماتش شنو غتبقى الراجه فريق عالمي، فريق كبير، فريق انتصارات، فريق الارقاب، شوف الجمهور تبارك الله كيف خاسره كيف رابحه، ديما اخويا حنا كنجيو على قبل الراجه ثاني غنربحوا ان شاء الله، كيف ربحنا في تاكلوب غنربحوا ان شاء الله، هذا هو الماتش اللي غادي ربحتي هذا الماتش غتاهل 100%. الماتش الجاي غيكون عندنا مع فرقه اخرى اللي عندنا نفس النقاط معاها، دونك خصنا نربحوا في جميع الاحوال، خصنا نربحوا اليوم. ديما رجاء قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.